يا قوم، ما اسم هذه الأرض؟ إنها أرض الغاضرية. فهل لها اسم غير هذا؟ لقد سمعت بأنها تسمى النواويس. فهل لها اسم آخر؟ وتسمى شاطئ الفرات يا ابن رسول الله. أليس لها اسم آخر؟ وقد سمعت بأنها تسمى نينوى. ألها اسم آخر؟ يقال لها كربلاء. لا حول ولا قوة إلا بالله، أرض كرب وبلاء. انزلوا، أهنا مناخ ركابنا، أهنا تسفك دماؤنا، آهنا والله تهتك حريمنا، آهنا والله تقتل رجالنا، آهنا والله تذبح أطفالنا، آهنا والله تزار قبورنا. وبهذه التربة وعدني رسول الله، ولا خلف لقوله. وصل الإمام الحسين عليه السلام أرض كربلاء في الثاني من شهر محرم الحرام للعام 61. وأول راية جاءت لحرب الإمام الحسين عليه السلام هي راية عمر بن سعد لعنه الله، على رأس جيش تعداده 6000 فارس. أيا أسرع يا تحركوا بسرعة، ماذا تنتظرون؟ أيا ثم التحق به شبث بن ربعي بجيش تعداده 4000 فارس. ثم جاءت راية شمر بن ذو الجوشن عليه لعائن الله بجيش تعداده 4000 فارس. بعد ذلك التحق بهم عزرة بن قيس بمعية جيش تعداده 4000 فارس أيضا. يا للبشرى، إنه عزرة بن قيس، قد أتى ومعه 4000 فارس. أهلا وسهلا بعزرة بن قيس. بعد ذلك التحق بهم حسين بن نمير عليه لعائن الله وتحته 4000 فارس. ثم التحق به حجار بن أبجر على رأس جيش تعداده 4000 فارس. ثم
جاء خولي الأصبحي على رأس جيش تعداده 3000 فارس، ثم سنان بن أنس 4000 فارس. مرحبا بك يا سنان، بوركت بقدومك لنا ونحن بانتظار ما تبقى من الجيش. ثم جاء عمرو بن الحجاج 4000 فارس وتمركز على شاطئ الفرات لمنع الإمام الحسين عليه السلام ومن معه من شرب الماء. وتوالت الجيوش تباعا حتى أصبحوا 80,000 فارس نزلوا قريبا من معسكر الحسين استعدادا للمواجهة. لما أصبح الحسين يوم عاشوراء وصلى بأصحابه صلاة الصبح، قام خطيبا فيهم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله سبحانه وتعالى قد أذن في قتلكم وقتلي في هذا اليوم، فعليكم بالصبر والقتال. ثم صفهم للحرب وكانوا 77 ما بين فارس وراجل، فجعل جؤير بن القين في الميمنة وحبيب بن مظاهر في الميسرة، وأعطى رايته أخاه العباس، وثبت هو عليه السلام وأهل بيته في القلب. ثم رمى الناس فلم يبق من أصحاب الحسين أحد إلا أصابه من سهامهم، فقال عليه السلام: قوموا إلى الموت الذي لا بد منه، فإن هذه السهام أرسل القوم إليكم. واقتتلوا ساعة فمن جلت الغبرة إلا عن 50 صريعا من أصحاب أبي عبد الله. ثم حمى
قتل عمرو بن الحجاج من نحو الفرات فاقتتلوا ساعة وفيها قاتل مسلم بن عوسجة. غبرة شديدة ومن جلت الغبرة إلا ومسلم بن عوسجة صريعا وبه رمق فمشى إليه الحسين ومعه حبيب بن مظاهر فقال له الحسين رحمك الله يا مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العلي العظيم. ودنا منه حبيب وقال عز علي مصرعك يا مسلم أبشر بالجنة. فقال مسلم بن عوسجة بصوت ضعيف بشرك الله بخير يا أخي يا حبيب. ثم قال حبيب لو لم أعلم أني في الأثر لأحببت أن توصيني بجميع ما يؤمك. فقال له مسلم أوصيك بهذا، وأشار إلى الحسين بن علي أن تموت دونه. فقال أفعل ورب الكعبة. وفاضت روحه بينهما وصلت يا بين ظاهر منيتي، وصلت يا بين ظاهر منيتي. أنا ما وصيك بعيالي وبيتي، ولا تحفظ أولادي وسنتي. إن جانيتك مثنيتي أريد أنك تجاهد سويتي بين حسين وعيالا وصيتي. فاصطف الجيشان وقدم سيد النور ولده كأول فارس من أهل بيته للمبارزة. وكان فتى حسن الوجه طويل القامة سخيا شجاعا، حمل على القوم وحيدا فنشر الضوء بين صفوف الظلام مرتجزا. أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي. تالله لا يحكم فينا ابن الدعي، أضربكم بالسيف أحمي عن أبي ضرب غلام هاشمي علوي. كان يفتك في صفوفهم، قتل أبطالهم وجندل فرسانهم وأرعب شجعانهم، فلم يستطيعوا ردعه حتى أنهكه ثقل الحديد وحر الصيف وشدة العطش. فرجع إلى أبيه يستريح ويذكر ما أجهده من العطش. فبكى الحسين وقال واغوثا ما أسرع الملتقى بجدك فيسقيك بكاس الأوفى شربة لا تضمو بعدها أبدا. نادى يا بويا شربة مي الشبدي أتقوى وارد للقام وحدي. يا بويا الفطر كبدي وحق جدي، العطش والشمس والميدان والحر.
الحرب قد بانت لها حقائق وظهرت من بعدها مصادق، والله رب العرش لا نفارق جمعكم أو تغمد البوارق. قتل الله قوما قتلوك ما أجرأهم على الرحمن وعلى رسوله وعلى انتهاك حرمة رسول الله. بني علي، على الدنيا بعدك العفا. وأمر فتيانه أن يحملوه إلى الخيمة فجاءوا به إلى فاستعط الذي كانوا يقاتلون أمامه، وحرائر بيت الوحي ينظرن إليه محمولا قد جللته الدماء بمطارب من العز حمراء، وقد وزع جثمانه الضرب، والطعن فاستقبلنه بصدور دامية وعولة تصك سمع الملكوت، وأمامهن كبيرة البيت الهاشمي زينب العقيلة صارخة نادبة، فألقت بنفسها عليه تضم إليها جمام نفسها الذائب وحمى خدرها المنسلم وحمى بيتها المنهدم. حمل آل أبي طالب حملة واحدة فصاح بهم الحسين صبرا على الموت يا بني عمومتي، والله لا رأيتم هوانا بعد هذا اليوم. من بعده القاسم وهو غلام لم يبلغ الحلم، فلما نظر إليه الحسين اعتنقه وبكى، ثم أذن له فبرز كأن وجهه شقة قمر وبيده السيف فمشى يضرب بسيفه. فانقطع شسع نعله اليسرى وأنف ابن النبي الأعظم أن يحتفي في الميدان، فوخف يشد شسع نعله وهو لا يزن الحرب إلا بمثله، غير مكترث بالجمع ولا مبال بالألوف. وبينه وعلى هذا إذ شد عليه عمرو بن سعد ابن نفيل الأزدي وضربه بالسيف على رأسه ففلق آمته. وصاح الغلام يا عما، فاتاه الحسين وضرب قاتله.
وانجلت الغبرة، وإذا الحسين قائم على الغلام ويبحث برجليه، والحسين يقول بعدا لقوم قتلوه، خصمهم يوم القيامة جدك، ثم احتمل ورجلاه يخطان في الأرض. فألقاهما علي الأكبر وختلا حوله من آل بيته، جاباهما الدهدى ما بين أخوته، جاباهما الدهدى ما بين أخوته، بشاعدهم يا ويلي وهم موتى، بس ما سمع النسوان صوتا، اجت عمتا تصيح الله اكبر. لم يستطع الظلام مقارعة النور، فكان النور يفتك به فتكا، فلم يكن للظلام من سبيل إلا منع الماء عنهم ليحاول إضعافهم. وبعد 3 أيام من العطش لم يستطع حامل لواء النور صبرا بعد مقتل إخوته وأولاد عمه وأخيه، وهو يسمع صوت الأطفال ينادون العطش، وكان آخر من بقي مع سيد النور. سيدي يا أبا عبد الله، هل من رخصة؟ يا أخي، أنت صاحب لوائي، وإذا مضيت تفرق عسكري. سيدي يا ابن رسول الله، قد ضاق صدري وسئمت من الحياة، وأريد أن أطلب ثأري من هؤلاء المنافقين. فاطلب لهؤلاء الأطفال قليلا من الماء. ذهب حامل اللواء
مغضبا مغيرا، كأنه الأسد الغاضب والنمر الواثب قائلا مرتجزا. أنا الذي أعرف عند الزمجرة بابن علي المسمى حيدرة، فاثبتوا اليوم لنا يا كفرة لعترة الحمد وآل البقرة. أقاتل القوم بقلب مهتدي، أذب عن سبط النبي أحمد، أضربكم بالصارم المهندي حتى تحيدوا عن قتال سيدي. إني أنا العباس ذو التودد، نجل علي المرتضى المؤيد. لابد أن أصل إلى الماء. يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أن تكوني. هذا حسين وارد المنوم، وتشربين بارد المعين. تالله ما هذا فعال ديني، ولا فعال صادق اليقين. والله لا ذقت الماء وسيد الحسين عطشان. شلون اشرب واخويا حسين عطشان، وسكنه والحرم واطفال رضعان، واظن قلب العلي ليلته بنيران. ثم ملا القربة وتوجه نحو المخيم، فاخذ عليه فاخذ عليه الطريق، وجعل يضرب فيهم وهو يقول لا أرهب الموت إذا الموت زقى، حتى هو راذ المصاليس لقى. إني أنا العباس أغدو بالثقة، ولا أرهب الموت يوم الملتقى. فكمن له زيد بن الرقاد من وراء نخلة، وعاونه حكيم بن الطفيل السنبسي فضربه على يمينه، وتكاثروا عليه واتته السهام كالمطر، فأصاب القربة سهم وأريق ماؤها، وسهم أصاب صدره، وسهم أصاب عينه، وضربه رجل بالعمود على رأسه. ونادى عليك من السلام أبا عبد الله، فأتاه الحسين ورآه مقطوع اليمين واليسار مرتزا بالجراحة، انحنى عليه وبكى بكاء عاليا وقال الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت بي عدوي. نادى يا خويا حسين خليني مجاني، يا خويا حسين خليني مجاني. يقل ليش يا زهرة زماني، يا خويا وعدك سكة
كنا تراني بماي ومستحي منها يا وما اقدر نادى يا خويا ما درت لانك رمية وهي برجواك تسجيها مية يا خويا منين جات لك المنية وتقضي بالشمس والعطش والحر فرجع الحسين الى المخيم منكسرا حزينا يكفكف دموعه بكمه فاتته سكينه وسالته عن عمها فاخبرها بقتله وسمعته زينب فصاحت واخاه وعباسا وضيعتنا بعدك وبكينا النسوة وبكى الحسين معهن وقال وضيعتنا بعدك. وبعد ان مضى فرسان النور بقي سيد النور وحيدا فريدا لا ناصر له ولا معين وكان لديه طفل رضيع وقد جف لسانه من العطش فأقبل به إلى القوم راجيا له شربة من الماء. يا قوم قد قتلتم أخي وأولادي وأنصاري وما بقي غير هذا الطفل وهو يتلظى عطشا من غير ذنب أتاه إليكم. إنه حفيد عليك لا ترحموه إنه طفل. يا حرملة اقطع نزاع القوم. هون ما نزل بي أنه بعين الله تعالى اللهم لا يكون أهون عليك من فصيل ناقة صالح. إلهي إن كنت حبست عنا النصر فاجعله لما هو خير منه واجعل ما حل بنا في العاجل ذخيرة لنا في الآجل. لم يسلم من طغياني حتى الطفل الرضيع فقد جردهم الظلام من جميع المبادئ فتهيأ سيد النور إلى قتالهم بعد أن يائس من نصحهم وبث النور في قلوبهم فخرج إلى القوم شاهرا سيفه مجردا قناته مرتجزا قائلا أنا ابن علي الخير من آل هاشم كفاني بهذا مفخرا حين أفخر وجدي رسول الله أكرم من مشى ونحن سراج الله في الأرض يزهر وفاطم أمي من سلالة أحمد وعمي يدعى ذا الجناحين جعفر. أنا الحسين بن علي آليت ألا أنثني أحمي عيالات أبي أمضي على دين النبي. أشرب الماء وقد هتكت حرمك.
للبلاء. واعلموا أن الله تعالى حاميكم وحافظكم، وسينجيكم من شر الأعداء، ويجعل عاقبة أمركم إلى خير. ويحكم أيها الحمقى، اهجموا عليه ما دام مشغولا بنفسه وحرمه، احملوا عليه. هيا المخيم بذلك الصهيل، كان يقول الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها، فلما نظرنا النساء إلى الجواد مخزية والسارج عليه ملوية، خرجنا من الخدور على الخدود لا طماط، وبالعويل داعيات وبعد العز مذللات، وإلى مصر الحسين مبادرات، فواحد سلطان علي تضم، وأخرى علي بالرداء تضلل، وأخرى بفيض النحر تصبغ شعرا. فنظر عبد الله ابن الحسن السبط وله 11 سنة الى عمه، وقد احطى احدق به القوم، فاقبل يشتد نحو عمه، وارادت زينب حبسه فافلت منها وجاء الى عمه. وهو بحر بن كعب بالسيف ليضرب الحسين، فصاح الغلام يا ابن الخبيثة أتضرب عمي الحسين؟ فغضب اللعين من كلامه، فاتقاه الغلام فضرب الغلام بسيفه، فاتقى الضربة بيده فأطنها إلى الجلد فإذا هي معلقة، فصاح الغلام يا عما لقد قطعوا يدي. فصاح الشمر ما وقوفكم وما تنتظرون بالرجل، وقد أبخنته السهام والرماح احملوا عليه. فضربه زرعة بن شريك على كتفه الأيسر، ورماه الحسين في حلقه، وضربه آخر على عاتقه، وطعنه سنان بن أنس في ترقوته، ثم في بواني صدره، ثم رماه بسهم في نحره، وطعنه صالح بن وهب في جنبه.
وسيده واهل بيته. ليت السماء اطبقت على الارض وليت الجبال تدقدكت على السهل. الخيل غارت والخيم مقصودها ويوم الاخوال يوم دون حدودها يوم الاخوال يوم وبساعة الغيد دون حيدها على العيد ليوتي وتيه خيامنا به النهب صاري وحيري خيامنا به النهب صاري وحيري والأعادي طمعتي بصير هود يوم الإخوال يوم وبساعة الضيج وين اخوتي وانا لو قلت اخوتي خفت ارتج الارض من اخوتي وبيكم اللي تنتخي مع قوتي اي حيرة تظلت خامش بخدود وين اخوتي وانا لو قلت اخوتي خفت ارتج الارض من اخوتي بيكم اللي تلتخي ما قويتي حايرة ظليت خامش بخدود العيد اخوتي ما تظلم حيره